بجد؟ يعني الصراحة الأشياء المشتركة بيننا مو طبيعية وايد. واخد بالي. وده وقتك. لحظة إيه؟ ممكن أشوف تليفون بليز؟ هتشوفي بس ها؟ على سيرة أمي. مستحيل الصراحة، يعني حتى تليفونك كان عندي شراته قبل. زيه بالظبط. مع إنه موديل 80 يعني. عشان تعرف بس إيش كثر بيننا أشياء مشتركة، حتى بذوق تليفونات. صدفة عجيبة قوي. لا مو بصدفة هاي، هذا دليل على الأشياء المشتركة اللي بيننا. ممكن برضو يعني. ألو. مرحبا. مرحبا، مين معايا؟ معلش ما أقول اسمي. ليه إن شاء الله يعني، لازم حضرتك تقول أي اسم يعني عشان أعرف أتكلم معاك يعني. طيب رونالدو. رونالدو؟ مش لاقي الاسم ده يعني. يا ريت يعني تختار اسم تاني يعني. يعني الراجل ده ماشي زي الديك كده، واتنين قصيرين واقفين فوق بعض، غير يعني اللي انا لا بحب ريال مدريد ولا بطيق سيرتها. طيب حاعطيك اسم ممثل، براد بيت. براد مين؟ بيت. مش مكسوف انت بتقولها؟ بتقول اسم واحد نص اسم والتاني بيت؟ يا ريت تختار اي اسم تاني حضرتك يعني. شو رايك بالتاريخي؟ رايي بالتاريخي؟ هي مسابقة يا جدع انت. اسم نابليون بونابرت، نعطيني بهذا الاسم. بونابرت؟ الله يخرب عقلك يا شيخ. شو المشكلة؟ ما بفهم شو المشكلة. انت متعرفش ان عمل حملة على مصر يا جدع انت؟ جديد؟ لا والله، بس انا ما بفهم انت شو بك. كل ما بعطيك اسم بتطلع وبتنزل وبتلي لا ضابط مو ضابط. شو صار؟ حدا صدق علي انت؟ يعني انا مضطر اقفل الخط يعني، تربيه المنزليه ما تسمحليش ارد على اشكالك. شفت ايش قايل؟ يعني حتى انا لو كنت بدالك كنت بسوي نفس الشيء. من بكره راح تكوني مساعدتي الجديده. انا انت وشطارتك راح نجرب، وبالنسبه للمعاش وتفاصيل الدوام وهالقصص بتنسق مع دموازيل نادي. اوكي وافقت. شو فيك بكره معناتها؟ نادين قولي لي على التفاصيل. حاضر تفضلي. شو بدي اقول لك؟ خففي لي شوي الشنشيل والقصص هذه اللي حطيتيها على حالك. مع انهم حلوين بس رح خففهم. تفضلي تفضلي. اي 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 هدي لي بالك شوي. هاتي نشوف شو كاتبهم. تعبان زهقان